فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. لأن الله أكرم الرجل بالرجولة، والمرأة أكرمها أيضا بالأنوثة. المرأة أيضا كريمة في الإسلام، الحمد لله، وهي إنسان لها حقها ولها مكانتها لا يستهان بها، لكن كل له خصائص أعطاه الله. فإذا تحول الرجل إلى صفة المرأة فإن المجتمع يخسر هذا الرجل، ويخسر قوة الرجال، يتحولون إلى منعمين وإلى مترفين، فالرجال يبقون على رجولتهم وخشونتهم وقوتهم، والنساء تبقى على تزينها وتبعلها لأزواجها. هذا هو المطلوب شرعا في الجنسين. وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن من المطالبة بمساواة المرأة للرجل، وهذا مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن الله خلق الرجال للرجولة، وخلق النساء للأنوثة، وفي كل من الصنفين مصلحة للجميع، بقاء الرجال على رجولتهم وبقاء النساء على أنوثتهن في مصلحة للمجتمع. أما أن المرأة تساوى بالرجل فهذا عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، وقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال سبحانه وتعالى: أصطفى البنات على البنين، لأنهم ينسبون البنات إلى الله، ما لكم كيف تحكمون، ويجعلون لله ما يكرهون. البنات تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فهم ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات. والله منزه عن الولد مطلقا، لا البنات ولا البنين، ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه يجب الفرق بين الرجل والمرأة، كما خلق الله كل منهما وخصه بخصائص يبقى على خصائصه، وهذا من مصلحة المجتمع، مصلحة المجتمع. ولو أنه قيل لرجل: أنت كالمرأة، لم يرضى، لا شك. فكيف يقول إن المرأة كالرجل؟ هو لا يرضى أن يقول أنت كالمرأة، وربما ينتقم ممن قال ذلك. فكيف يقول المرأة تكون كالرجل سواء بسواء؟ نعم، أسأل الله إليكم. إذا كان هذا الحكم في الحديث يا شيخ أنهم أنه صلى الله عليه وسلم لعن متشبهين ومتشبهات، فمعناه أنها كبيرة، ويدخل فيها من دعا المساواة أو دخولا أوليا، أو يكون حق بذلك؟ نعم، هو الذي ملعون على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة يدعو إلى التشبه، الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من الرجال والنساء فهذا يكون مشاركا في الإثم، لأنه يدعو إلى ما نهى الله عنه وحرمه ولعن عليه.